السلام عليكم سيدات سادتي، أسعد الله أوقاتكم باللي بتحبوه. معاكم أحمد النشاش من موقع متراتي. أول شيء مبارك عليكم الشهر رمضان كريم، منه رمضان شهر العطاء. إحنا إن شاء الله راح نجهز لكم 30 نصيحة خلال 30 يوم في رمضان. المغزى من النصائح هاي إنه عشان نتعاون مع بعض، نستخدم الطرق اللي في الدولة، وإن شاء الله نكون كلنا مبسوطين وجاهزين على الشوارع، ونتعلم من أغلاطنا ونتعلم من إيش ممكن إن نسوي عشان نخلي الطرق آمنة. خليكم معانا خلال شهر رمضان 30 حلقة إن شاء الله، 30 يوم، 30 نصيحة مع موتراتي، وكل عام وانتم بخير.